صباح الخير حبايبنا، بلوج جديد وهذا اليوم الثالث من رحلتنا. اليوم راح نستكشف منطقة هولندا بأمريكا. بعدنا بالفندق راح نسوي تشيك اوت وراح نروح نستكشفها. اللي بعده مو شايف الفيديو الأول والثاني اللي غطينا لكم ميشيغان أدفنتشر، والثاني ميشيغان أدفنتشر قسم الووتر بارك والفندق، فروح شوفها وتعالوا يرجع معنا على هذا الفيديو. خلينا هسه نروح نتريق. ريسبشن مال دلال. Good morning. Okay. وهنا الأولاد قاعد يسوون ريوق. شوفوا وين راح إيلان، راح يجيبه وعد. أمس ما خلاني نتريق، فاليوم قلت لا جيب العربانة من السيارة خلينا نحطها علشان نقدر ناكل. هذا المؤدب، شوفوا يجي يلا يتأدب حتى إحنا نقدر نتريق براحتنا ما نركض وراه. وعد مهمته إنه يسوي لنا سندويتشات. هي مهمته. وعد شوف بطل. وانا راح اسوي لي احب ان هذا الاوريجينال اكله الاوتميل وسويت يعني شنو مو قاعد اسوي سندوتشات وانا اسوي للاولاد. شوف 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 احسن مكان انه يباوع للسمك وساكت حتى احنا ناخذ راحتنا ونتريق. وهاي بعد ما خلصنا ريوق اجيت على السريع سويت شعري وهسه طالعين. هذا حبايبي المحل اللي الستور يعني موجود ويا الفندق. امس كان مسكر هسه بس خلينا نفتح وشوف مكتوب الاثنين والثلاثاء مسكر. اوكي بس خلينا اصور لكم شنو فيه. تقدروا تاجرون من عندهم القوارب اللي هناك اللي يم الفندق هناك. anyway بس خلينا اوريكم شنو فيه. شغلات مال السباحه بعد، تيشيرتات، فساتين حلوة. اوكي حلو نايس. ملابس سباحة يعني اذا كان واحد ناسي ومو جايب. شوف هاي حلوة فساتين البحر. اوكي يلا هسه خلينا نروح لجولتنا اليوم. وصلنا حبايبي لمدينة هولند وجينا على الداتش فيليج انترنس. سو هاي المدخل وصلنا حبايبي للقرية الهولندية. الهولند هنا بهذه المنطقة أكثر شيء من هولندا الناس اللي جايين، فمسوين هذا الفيليج هنا كلش حلو. هذه هي الدخلة طبعا بفلوس. هنا راح ندخل ونشوف شنو فيها بالصور التخبل والكل يمدحها، فنستكشفها معاكم اليوم. شوفوا هنا هاي برا بعدنا ما دخلنا، بس ناطرين وعد يجي مع إيلان، بس احنا هنا اجينا خلينا نشوف. حبايبي هاي الدخلة هنا الادمشن، الكبار 15 دولار، اطفال من 3 سنوات 14 دولار. وهذه احذيتهم، هاي تسوي ستامب للهان. ثانك يو. هاي عشان دخلنا، هاي دخلنا، عطتني هنا الاوراق الخريطة. الاولاد عطتهم كوبونات، 3 كوبونات كيك او كعك مالتهم فور فري. بعد شنو الساعة 1 قالت لنا الرقص مالتهم التراديشنال، الرقص مالت الهولند. اوكي هذا محل هنا يبيعون شغلاتهم. هذا الاحذية مالتهم مالت الرقص يسوون فيها هاي الاصوات. هاي هنا، هناك خشب، هنا رسمين عليه حلو. شوف الاسعار، هذا الصغير 35 دولار، والكبار بكم؟ وين السعر ما قاعد اشوفه. 39 دولار. اوكي واحنا صراحة الشعور كلش حلو، وايد مستانسة انا. تحسون هنا اجيت باوروبا، فعلا اكو فرق كبير بين دول اوروبية وامريكا من حيث المناظر ومن حيث الشغلات الحلوة الموجودة. يلا هذا اشتغل. طبعا جوزو صار ساعة وتحكي علي. بطل. تقول لي الستان مالتك مو حلو وما ادري شنو. ايني 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 وما
ولفتنا بالشمس صار لها ساعة تريد تاخذ لنا صورة. طلعت روحنا ما اريد. لا انبلت هاي. يلا سويت هذا كنا. شو شقد حلو لستان والدي هذا يخبل غير انا من عنده. ما مستفاد من لين عندي. انت ما تعرفين. ما مستفاد لحد الان من عنده. انا مستفاد من عندي. شنو؟ اوكي هذا تكضين تخليه بيدك اوكي وتحركين اوكي شوفي شلون يبقى. نكمل الفلوج بي هذا التليفون نصور اوكي؟ خلاص هيك نصور. شوفي جميل تفضل يعني تفضل. وريهم شوية الفلوج. وريهم شنو البلد؟ هاي قاعد يشوفون البلد. شفتوها؟ طبعا زوزو هنا فنشتني قالت لي انت فاير فاير وشغله ابنها شغله ابنها تصور يصور تفضل يا زلمه يصور احسن من عندك. انا شوف لين هو دائما ما يشغلون البروفيشنال. يلا هسه انا تصويري مو حلو هسه بابي صايره مثل البيوت وكل بيت له رقمه يعني مثل مبنى مثلا وكاتبين لكم كل مبنى يعني متى البرزنتيشن مالته او متى يعرضون. فهذا المحل او هذا المكان ميوزيوم الساعه 12:40 واحنا تقريبا دقيقتين وصير 12:40 الميوزيوم مالته. فخلينا ندخل ونشوف ونصور شلون. You can stay. Oh, well, yeah. I want to get into the frame. Yeah. Make sure we get perfect shots. Thank you. وحدة من عندهم قاعد تتحرك. شوفوها يا وحدة. تحركت. شفتوها؟ هذول اللي طلعن بالليل سوخري يعني قاعد نصور. شو تفضل انا قاعد اصور كاميرا زين. هاي زوزو طبعا الاولاد هاي يحطون بيها الزرع حتى يزرعون. يلا تعال. أرسلان نو شوي شوي يا بوشر شوي شوي يا عيال هاوزر 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 هاوزر
هاي وين يزن؟ يزن وينه؟ Here in Holland, Michigan. Each costume represents a... هسه بعد ما خلصوا قاعدين اللي يريد يجي يرقص يعني يعلمونهم الرقصة سواد وأرسلان راحوا طبعا واحد من الراقصين الشوز مات هو قاعد يرقص شان يطفر من هنا وطفر دخل هناك شوف شنو بيه وعلى فكرة قالوا لنا يلبسون من 6 إلى 8 جواريب باليوم لما يرقصون هاي الرقصة على مود أحذيتهم لأن لا تأذيهم تأذي رجلينهم أو تجرحهم هذا الدولاب هنا هسه راح يساعدون الاولاد هاي قاعد يساعدون ايان ويزن وسلام هنا حبايبي زينه طبعا سجلنا فيديو على اللي التيك توك واحد يقول هذا الحيوان اللي هي هذه اللي تدفن هنا عندنا ايلان هاي الدفان هاي البوج من عندك رجع تفله ترسل وجهه تجيب عجله يبقى يوم وين يغسل البوج شوفوا شنو عندهم هنا هاي مثل المزرعه الصغيره اوكي هنا هم شلون هاي البايسكلات الصغيره حق الاولاد اللي يلعبون بها هنا هناك عيال ويزن بالدولاب جيب لنا 2 3 نخليهم بالحديقه هذا العايز مو هنا شوف الرابط you like it you like it touch الله حلوين شوف بعدهم ايان وارسلان ويزن متعلقين فوق هنا قفص الدياي فراح يدخل ايلان ونشوف شلون راح يتفاعل مع الدجاج شوف شوف لا تنقرك قلها تعاي شوي قلها تعاي You found your orange chicken Oh that's great What? I mean look at that one شوف أرسلاني وفعله أرسلاني hold one come on Jacob hold one hold one شكله واحدة يا طرحة بيها jump 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 طبعا يزن وأيان لزقوا هنا ويا الشيكن وقاعد يقول لهم تعالوا لعبوا يقولوا لا حبينا الشيكن فقاعدين داخل معاها شوفوا أيان يزن يلا ما تجون تلعبون يلا اجوا الاولاد يلعبون هذه اللعبه الحلوه اكيد كلياتنا مجربينها واحنا صغار وهنا اكو بلاي جراوند اريا صغيره حق ميلو حق ايلان قاعد يلعب فيها اذا شايفينه هذا هو هنا وهنا اكو شوي مثل النهر شكله حلو وبط وهنا هذه الحمامات وهنا اكو اطفال يبكون مو اطفالنا خليني اوريكم هنا شكله حلو المنظر رهيب هاي كلها للفيليج اللي احنا موجودين فيها شوفوا شلون روعة المكان سبحان الله شوفوا هنا شلون ايلاني خايف بلشوا يخاف شوفوا خايف يخاف على روحه يطيح ابوي يقول له مساعد دياي والارنب ايش سويت فيهم من هذه خايف شوف شوف ارسلان شوف ارسلان شوف ارسلان شوف ارسلان هاي شوفوا يزن 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 هلا والله جينا هنا طبعا معطونا الكوبونات رقم 73 هنا 37 38 هنا شوفوا الفج هنا هو ال 37 الكوكي وهنا دوتش ماركت هسا راح نروح وندخل وناخذ شكلها حلو سمال سينامون هاي هلا يس سهنا
لازم يغسلون ايدينهم. اوكي هم راح يسوون مالتهم الكوكيز. ايش قد حلو. سو هنا يخلون التيكت. اول شيء يغسلون ايدينهم علشان يعجنونهم يسوون هاي. سو عيوني بلش اول شيء قاعد اسوي العجينه. Nice job. Then you drop it here. It's too hot. Just drop it here. Wow. So it's first time in your life you're gonna eat it hot. Wait, what? You eat it hot, like fresh, just right now. Yeah, they actually use these extra little crispy parts on top of ice cream in the ice cream shop. Did you want to try some of it? Okay. You know this part. Thank you. You're welcome. Do you guys like caramel? Caramel? Okay. Do you want it without it? You sure? I'll give you this for you. تنفتح اثنين. من الراعي بالهالي؟ هو هي لازم تجي هيجي. أنا خذها بدون. كراميل. So tell me, طيبة؟ And here you go. Wow, Arsalan. Thank you. You're welcome. You like it, guys? Mm-hmm. So you make it. أنتوا سويتوهم إيدينكم. So good. يلا. أكو مطعم. Let's go. علشان تشوفون هنا هاي شنو عندهم. So إحنا أخذنا هنا فيجي برجر، فيجي راب. واخذنا فرايز. خليني اصور لكم القعده برا ايش قد حلوه. شلون حلو بس على مود شوي الشمس فراح نقعد داخل مع الاولاد. واو Arsalani, you want to sit here? Had a sandwich market. Had a sandwich Tanya and Rob. Thank you, Rob. هذا المكان اللي كنا قبل شوية بينا. كير إحنا طلعنا نسوي مثل الجسر. شكيت حلو. جماعة زوزو قاعد يسبحوه. أحسن من جماعتي هذيك الساعة قلت عنهم. كل ساعة. وصلنا لنهاية هذا البلوج هذا اليوم ووصلنا لبيتنا الحمد لله وصلنا بالسلامة. ماكو أحلى من واحد من يوصل لبيته هوم سويت هوم. اي والله يعني صحيح وكانت حلوة ومغامرات حلوة تونسنا حلو بس من ترجع بيتك 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 صحيح. صار لنا تقريبا حبايبنا 3 أيام ثلاث أيام بعيدين عن بيتنا. هذا الفيديو أنتوا راح شفتوه هذا اليوم الثالث. فإذا ما شايفين الفيديوهات اللي قبله ميشيغان أدفنتشر الألعاب وميشيغان أدفنتشر المائية فيديوهات قبل هذا الفيديو نزلناها. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمشاهدة هذا الفيديو. شنو لازم نقول لهم؟ لا تنسون اشتراك بقناتنا ومتابعتنا على إنستغرام واليوتيوب والتيك توك والفيسبوك. فيسبوك كلنا نفس الاسم برومي روز. ولا تنسون أنا حساباتي هم نفس الشيء بس وعد برومي روز. تحياتي لكم. شكرا لكم. ولا تنسون تزوروا موقعنا www.promiroz.com لمنتجات الشعر. روحي سوي لنا اكل. سدي لي كل سندويتشات. توني اكلنا سندويتشات بالقريه. يا تمان. شغله. الساعه 6 على ما اطبخ واسوي صارت الساعه 8 9. اتعشى. كروشه جوعانه. كروشه جوعانه شو نسوي؟